وللحديث عن قرار حكومة الكاظم تعويض المتضررين في الموصل بالتقسيط على الرغم من معاناتهم ودمار منازلهم منذ سنين، معنا من فيينا السيد ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. مرحبا بك معنا سيد أمين. أهلا وسهلا بكم وتحياتي. حياكم الله. أستاذ ضياء، ما تداعيات التعويض بالتقسيط على المتضررين في الموصل؟ والحكومة كما تعرف تتذرع بالأزمة المالية وبأنها اتخذت هذا القرار نتيجة هذه الأزمة. حقيقة هذه المبالغ المرصدة للتعويض المتضررين في الموصل هي مرصودة سابقا وليست بالوقت الحاضر، ولكن التماهل الحكومة والحكومات السابقة بإعطاء التعويضات لأهالي الموصل لأسباب حقيقة ابتزاز أولا، والشيء الثاني موضوع الموصل وتحرير الموصل. صار يعني من 2017 في زمن العبادي تحررت الموصل، ولحد هذه اللحظة نرى التعويضات لا تكفي حتى ولو كانت مرصودة، لأنه التقديرات الدولية يقولون أنه تقريبا محتاجين إلى 6 مليار دولار لإعمار الموصل بالأكمل، وهذه المبالغ المرصودة هي مبالغ بسيطة لا يمكن تسديدها. وبالإضافة إلى هذا يقول رئيس الوزراء الكاظمي يريد يعطي أقساطا، وهذه الأقساط فيها لعبة حقيقة مالية، وهي سرقة بصيغة شرعية، أنه يؤخر المبالغ ويسحبون المبالغ، يعني فيها ترتيب مالي خاص. لأنه من ناحية الحقوق الإنسان يا أخي، أنا تعوضت من 2017 ولحد هذه اللحظة تعدوني بالتعويضات والأنقاض، والموصل مدمرة. يعني احنا لا لأنه مطالب التعويضات من أهالي الموصل حدود 35 ألف طلب مقدم للحكومة العراقية ومسجلة رسميا من قبل المواطنين أهل الموصل. يعني هل من المعقول تجزئة هذا المبالغ؟ إذا فيها لعبة، يعني لعبة من الميليشيات أو حرج الميليشيات أو استملاك الميليشيات بعض الأراضي. هذا موضوع مهم، ليست هي التعويضات فقط، وإنما الاستيلاء على الأراضي المدمرة الموجودة والبيوت المدمرة، يشتروها بأسعار زهيدة من قبل مجاميع لا يعرفوها أهل الموصل من أين أتت هذه المجاميع. وهذا من الأسباب التي تمنع إعطاء المتضررين كافة مستحقاتهم. نعم، هو هذا ضغط على أصحاب الأملاك ببيع الملك مالته بما فيه، يعني خلص، لأنه صار ينتظر من 2017 ولحد عن 4 سنوات هو ينتظر بالتعويضات، وبعدين يقولوا له احنا نعطيك جزء. الجزء كم؟ هل الجزء ربع عشر من هذه الباب؟ الباب الثانية، احنا نعرف أهالي الموصل يعني مدينة متكاملة فيما بينها، ويعرفون جار يعرف جاره، ويعرف حتى في ساكن في المناطق الأخرى يعرفون أهل الموصل ثاني مدينة بالعراق لكبرها وحجمها، وأهل الموصل يعني نعرف أهل الموصل يعرفون بعضهم. يعني إذا تقول له من أي منطقة راح يقول لك هذا ابن فلان ابن فلان جدة فلان عمة فلان، هذه أهل الموصل. بالوقت الحاضر بما صارت، ودخلوا الميليشيات الطائفية إلى الموصل، والميليشيات هذه الطائفية تستملك أراضي بالقوة في بعض الأحيان، والشيء الثاني بالامتنان بدفع المبالغ البسيطة حتى يشتري هذا البيت. يعني ناس صار لها 4 سنوات تنتظر وما عندها مكان تأوى فيه. نعم. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا. المجتمع الدولي ينظر إلى هذه الحادثة، وموجودة تقارير دولية كاملة عن وضعية الموصل وأهالي الموصل، ليست من جهة واحدة هذه التقارير، وإنما من عدة مجاميع دولية. نعم. معترف بها. وهناك من يتحدث بالإضافة إلى ما تفضلت به سيد ضياء، هناك من يتحدث عن مشاريع تغيير ديموغرافي لا سيما في سهل نينوى. نعم، هذا صحيح. يعني انت تحدثت قبل لحظة سمعت بالنشرة الأخبار أنه عودة النازحين الذين هجروا في سنجار، هذه عملية مبرمجة. شو السبب؟ لأنه سنجار هسه بالوقت الحاضر منطقة آمنة مسيطرين عليها الأكراد،
شو السبب ما يخلون أهالي المنطقة ما يعودون؟ إذا أكو تخطيط ديموغرافي موجود لتبديل الديموغرافي في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى في الموصل. أيضا ناس إجوا من قرى خارج الموصل ما يعرفوهم أهل الموصل سكنوا في هذه المدينة. نعم. ومن مناطق لربما أن يكونون غير عراقيين أتراك أو من أي مكان آخر أو من إيران. يعني حقيقة المشكلة الموصل هي مشكلة محيرة حتى للمجتمع الدولي لا يعرف كيف يتصرف مع هذه الميليشيات. نعم. التي من ناحية تتحكم أخرى من ناحية أخرى أستاذ ضياء، أمام حادثة احتراق أو إحراق نحو 400 خيمة في مخيم شارية في محافظة الدهوك، ألم يحن الوقت لطرد ميليشيا البيكاكا من سنجار وإعادة المهجرين في هذا المخيم؟ بالتأكيد، لأنه الموجودين المسيطرين على هذه المنطقة وهذا الحرق يعني لحد الآن هم ما يعرفوا. وبعدين تأخير وصول إطفاء الحريق إلى المناطق من قبل البيشمركة أو ما يسمون البيشمركة، أنا ما أردت هم جهة معينة، بس بدأت عملية عدم منع دخول أطفاء الحريق لهذه المناطق. إذن العملية مدروسة يعني مبرمجة لها، وهذه الببكاء الموجودين المتواجدين في شمال العراق حقيقة هم بموافقة الأحزاب الحزبين الكرديين. يعني إحنا لأن يعني مع الأسف أنه الأخوان الأكراد يتعاملون من ناحية أنه بلد آمن والعراقيين ممكن أن يسكنوا. نعم. في منطقة أربيل والسليمانية، وبنفس الوقت هم قاعد يدمرون المناطق الأخرى ويتعاملون مع العراقيين بمعاملة وكأنما هم أجانب ليست من هذا البلد. هاي نعم. مشكلة كبيرة لأنهم صحيح. شكرا لك سيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا.